أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الهيئة نت، موقع بريطاني يقول إن صمت المجتمع الدولي سيشجع السلطات الحكومية على مواصلة قمع المتظاهرين. في البصائر، صحيفة أمريكية تقول إن الشارع العراقي يعتزم تغيير شكل العملية السياسية جذريا. في المدى، ناشطون يحذرون من تمادي الحكومة في استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين. وجاء في كتابات بدء العد التنازلي لانهيار النظام العراقي الطائفي. في العربي الجديد، ضغط المحتجين العراقيين يهدد صفقة سليماني، خيار الانتخابات المبكرة يتقدم. في القدس العربي، إيران، خامنئي يصف المتظاهرين بأعداء الثورة والمحتجون يحرقون 100 مصرف. وفي العرب اللندنية، شلل سياسي يدب في أروقة حكومة المنطقة الخضراء. ومن العناوين المنتقاة إلى ما اخترنا لكم من مقالات، والبداية بهذا المقال المنشور في العرب اللندنية، وجاء فيه: القوى الماسكة بالسلطة والسلاح والثروة تراهن على الوقت وإتعاب الشباب، لكن الثوار يفاجئون الجميع كل يوم بفعاليات ترهق أعداءهم، وبحيث لا تتمكن القوى المعادية للشعب العراقي وشبابه من إخماد وسحق الانتفاضة الشبابية المتواصلة منذ الأول من أكتوبر الماضي، رغم حملات العنف المفرط والقتل في ظل نظام متورط شكليا بادعاء القبول بمعايير الأنظمة الديمقراطية. عن ثورة تشرين وصمود شبابها كتب ماجد السمرائي في صحيفة العرب اللندنية: لقد فشلت المحاولات الأولى لشيطنة الانتفاضة وتزييف وتشويه وقائعها باتهام شبابها بأنهم مدفوعون من قوى خارجية، حيث أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن الحكومة تواجه جيشا منظما له قيادة ومنتسبون، في وقت واصلت فيه الإصرار على عدم كشف أسماء القتلة والجهات المرتبطة بها. حاول عبد المهدي التمويه على حقيقة الانتفاضة وأهدافها الوطنية في استعادة وطن، وتنصل من مسؤوليته الدستورية الأولى بأنه حامل مواطنين، لكنه كشف عن أنه لا يتحكم بالدولة حين نزل إلى مستوى التوسل بمختطفي موظف أمني كبير في جهازه الحكومي ليطالب جهات منفلتة بإطلاق سراحه رغم ترجيح علمه بهوية تلك الجهات. هذه الوقائع تؤكد على حقيقتين مهمتين من ضمن حقائق كثيرة أفرزتها الانتفاضة العراقية العظيمة. الحقيقة الأولى هي أن ما يحصل في الشارع العراقي الملتهب الآن في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب هو صراع سياسي بين شعب مضطهد ومظلوم ومنهوبة أمواله، وبين طبقة سياسية طائفية وفاسدة وصلت إلى أسفل درجات الانحطاط السياسي. وخلال يوميات الصراع أصبحت الاصطفافات مكشوفة ما بين شباب واعين منفتحين على العالم لا علاقة لهم بجميع موروثات الأدلجة السياسية والدينية، وبين سراق وقتلة وفاسدين تحميهم إيران بإمكانياتها الكثيرة. ليس من السهل حسم الصراع القائم خلال أيام معدودة بين شباب الثورة العراقية العزل وبين القوى الماسكة بالسلطة والسلاح والثروة التي تراهن على الوقت وإتعاب الشباب المنتفضين، لكن الثوار كانوا يفاجئون الجميع كل يوم بفعاليات مرهقة لأعدائهم، وتؤكد أنهم لن يقفوا دون تحقيق جميع مطالبهم. الآن إلى مقال آخر منشور في صحيفة المدى، وجاء فيه: مشاهدة فيديوهات ضرب شباب لاحتجاجات وشتمهم ووصمهم بالخيانة تجعل الواحد منا يتساءل،
هل يعقل أن يعود العراق بعد كل هذه التضحيات وعشرات الآلاف من الشهداء وملايين المشردين؟ هل يمكن أن يعود إلى دولة قمعية تقلقها أصوات المتظاهرين؟ سؤال يطرحه الكاتب علي حسين في صحيفة المدى. نطرح سؤالا بسيطا، من المسؤول عما يحدث؟ المواطن المحاصر بالبطالة وسوء الخدمات والأمراض والفقر، أم رئيس الوزراء الذي تعهد قبل عام بالتمام والكمال بتقديم الفاسدين إلى القضاء وإرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة وإعلاء شأن التنمية ومعها الرخاء والعدالة الاجتماعية، لنكتشف بعد سنة بائسة أن الرجل طالب سلطة وليس طالب عدل؟ وبعد ماذا عن مسؤولية رئيس الجمهورية حامي الدستور الذي يمنح المواطن الحق في التظاهر والتعبير عن رأيه؟ سيقول البعض: يا رجل دع الرئيس في حاله، فقد حقق اليوم منجزا كبيرا حيث فصل قانونا للانتخابات ليرهم على مقاس الشلة السياسية نفسها، وهو قانون أقل ما يقال عنه إنه يمثل عملية احتيال ونصب صارخة على الشعب. أيها المواطنون، أنتم سبب كل الأزمات، تأكلون بإفراط، تنتقدون بلا فهم، تسألون كثيرا لماذا كل هذا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولماذا يعيش الذين ينهبون الوطن في رخاء؟ أيها المواطنون، أنتم مشاغبون لأنكم تريدون أن تحيوا من دون أن تهانوا وأن تناموا في أمان، تريدون حياة كريمة، وهذا كثير في زمن خطب عبد الكريم خلف. ولهذا يريد منكم عادل عبد المهدي اليوم أن تصمتوا من أجل حماية مكتسبات السلطة، وأن لا تتحدثوا بمفردات مثل الديمقراطية والعدل والتنمية ومحاسبة الفاسدين. يتابع الكاتب علي حسين قائلا: يريد منكم رئيس الوزراء ألا تظهروا حزنا على هذه الدولة التي تحولت إلى جمهورية أحزاب وقبائل وطوائف. فعبد المهدي في هذه اللحظات يرفع شعار: أنا الدولة والدولة أنا، أنا القانون والقانون أنا، أنا فوق القانون والدستور والمحاسبة والقضاء، اصمتوا حتى أرضى عنكم وأسمح لكم بالحياة، وإلا فالهروات جاهزة دون مساءلة أو محاسبة. الآن إلى مقال منشور في صحيفة الوسائر وجاء في مستهله: اتسمت الانتفاضة التشرينية المباركة بصور بهية وإطلالة جميلة وحضور راق واندفاع وشموخ عراقي بارزين رسمتها أيدي وحناجر المنتفضين في عموم ساحات وميادين المدن والأقضية في المحافظات الوسطى والجنوبية الأصيلة، وكذلك في مدينة بغداد الحبيبة. وكانت علامات مضيئة للكفاح والجهاد العراقي ضد الظلم والطغيان. مقال للكاتب إياد العناز منشور في صحيفة البصائر العراقية. يدرك النظام الإيراني حقيقة الأوضاع السائدة في العراق، ويعمل على استخدام جميع الوسائل والأدوات التي يحاول من خلالها كبح جماح المتظاهرين وإيقاف وهج وضياء وشعاع الانتفاضة والإغالي باستخدام الأسلوب الأمني الممنهج في قمع الانتفاضة وإرهاب شبابها، والاستمرار بملاحقة الناشطين المدنيين والفاعلين الرئيسيين من الشباب والفتيات وخطفهم واعتقالهم بهدف زرع حالة الخوف والذعر في نفوس المتظاهرين المتواجدين في الساحات العامة والميادين الكبيرة. ولكنه لم يستطع أن يحقق أغراضه الدنيئة، فكان الرد الحاسم باستمرار النهج الثوري للانتفاضة وتوسع الدعم والإسناد الشعبي لها ومشاركة جميع أطياف المجتمع العراقي فيها، بل إنها شهدت توافد الكثير من العوائل العراقية وبجميع أفرادها لدعم المتظاهرين، وخاصة في أوقات المساء والليل، لتكون خير دافع لزيادة الهمم والنشاط والحيوية واستشعار الأمان والإطمئنان لدى المنتفضين الذي كانت تغبطهم السعادة ويعلو ملامح وجوههم ابتسامة النصر وتصدح حناجرهم بالهتافات بإسقاط النظام السياسي والحكومة بكامل أجهزتها والتمسك بمطالبهم وحقوقهم
التي أصبحت صوت وأمان العراقيين وهدير الثوار وصيحات المظلومين. يكمل إياد العناز: ستستمر الانتفاضة التشرينية المباركة لتكون وسام فخر واعتزاز لكل العراقيين ومنهجا أصيلا لكل أحرار العالم ووجها مشرقا ضد الطغيان والظلم والتعسف وأداة للتغيير القادم بإذن الله ودرسا في الكفاح والجهاد ومواصلة المقاومة السلمية الشعبية التي تنادي بالحقوق واسترداد العراق من الطغاة والفاسدين والمفسدين. الآن إلى صحيفة العربية الجديد، وفي مقال جاء فيه: اكتشف الشباب العربي قوة صوته وتأثير مواطنيته عبر التظاهرات الضخمة التي ملأت الشوارع في السودان والجزائر ثم في العراق ولبنان، ولكنه في الوقت نفسه اكتشف سهولة التظاهر طبعا باستثناء العراق وصعوبة التغيير. عن ثورات الربيع العربي النسخة الثانية كتب رضوان زيادة في صحيفة العربي الجديد: حافظت كل المظاهرات في كل هذه الدول على سمة واحدة، غياب القيادة. ليس هناك تنسيق بين أطرافها، وليس هناك برنامج عمل تعمل عليه، ولا يحق لأحد التكلم باسمها. هي صفات مشتركة جمعت كل المظاهرات في دول الربيع العربي في نسخته الثانية، وكان هذا بالتأكيد مصدر قوة لها في الحشد والتعبير عن القوة من خلال الحشود التي لا يستطيع أحد إنكارها أو تخطيها. إنها الشعب بكل قوته وعنفوانه، الشعب يريد إسقاط النظام، لكن وبعد فترة وجيزة لم يستطع الشباب أن يولد من هذه المظاهرات قوة سياسية بديلة أو تقود إلى عمل سياسي منظم له مطالب إصلاحية تفرض على النخب الحاكمة التعامل معها. ولذلك وجدنا أن هذه المظاهرات وصلت إلى أشبه بطريق مسدود وفي وقت مبكر، كما الحال في الجزائر حيث يرفض الحراك الانتخابات الرئاسية ويكاد الأمر نفسه ينسحب على العراق مع اختلاف جوهري في طبيعة النظام الطائفي والاقتراحات المقدمة للخروج من هذا الانقسام الطائفي والعبور بالعراق إلى ديمقراطية تعددية لا تأثير فيها للسلاح من خارج إطار الدولة. وجاء في المقال المنشور لرضوان زيادة في صحيفة العربي الجديد أيضا: في منطقتنا العربية تدمرت المؤسسات مع دمار القيم العامة، وهو ما يتجلى اليوم في الاعتراض على كل شيء وغياب القدرة على الاتفاق على المبادئ. فهناك لا ثقة عامة بكل شخص، وكل يعني كل، ولا بد من بديل قيادي يستطيع قيادة عملية التغيير التي يطمح لها الشباب العربي اليوم. في نيويورك تايمز منشور تحت عنوان أوراق تشينينغ يانغ، نشرت صحيفة نيويورك تايمز وثائق مسربة من الإدارة الصينية تكشف عن الطريقة التي قامت بها البيروقراطية الصينية بسجن مسلمي الإيغور في شمال غربي الصين. وتقول الصحيفة إن المذكرة باعتقال الطلاب العائدين من هونغ هي واحدة من 403 صفحات من الوثائق الداخلية التي اطلعت عليها، وهو أهم تسريب لوثائق من داخل الصين، وتقدم رؤية غير مسبوقة حول القمع المستمر في إقليم تشينجيانغ، حيث اعتقلت السلطات مليون مسلم من أقلية الإيغور والقزق وبقية الأقليات في سجون خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي الوقت الذي رفض الحزب الشيوعي الصيني النقد الدولي ووصف المعتقلات بأنها مراكز للتدريب والتثقيف، إلا أن الوثائق تكشف عن طبيعة القمعية والأوامر للمسؤولين الذين ينظمون المعتقلات، بل وتكشف الوثائق عن حملة شرسة في المعتقلات مع أنها قدمتها للرأي العام على أنها منحة حكومية للسكان. وتسجل الوثائق مناقشات مسؤولي الحكومة للرد القاسي على أي محاولة تطرف، ورأى الأطفال آباءهم وهم يساقون للسجون، فيما تساءل الطلاب
عمن سيدفع رسومهم الجامعية ومن سيقوم بحصاد الموسم في الحقول، ولكن المسؤولين طلبوا من السكان شكر الحزب على رعايته لهم ولعائلاتهم وطلب منهم الصمت. وتقول الصحيفة إن الحكومة توزعت ضمن حملتها ضد المسلمين وزعت إرشادات على السلطات المحلية لاعتقال الطلاب العائدين من هونغ كونغ وكيفية التعامل مع السؤال المهم المتعلق باختفاء عائلاتهم في شبكة من السجون التي أعدت خصيصا لسجن مسلمي الإيغور. الآن إلى صحيفة الدستور الأردنية، وجاء فيها اغتيالات إرهابية وانتهاكات علنية للسيادة الفرنسية ولسيادة عدة دول أوروبية مرت دون مجرد استدعاء السفير الإسرائيلي أو حتى إصدار بيان شجب. نتحدث حصرا الآن عن الاغتيالات التي تمت في الدول الأوروبية العريقة. عن الإرهاب الصهيوني كتب محمد داودية في صحيفة الدستور الأردنية. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم العضو في الأمم المتحدة التي تمارس جرائم الاغتيال الإرهابية العلنية ولا تأبه أو تحاسب. إن عملياتها الإجرامية تمر بلا مساءلة واستنكار، وإسرائيل لا تنكر مقارفة الإرهاب على مستوى الدولة فحسب، بل هي ترفض الالتزام بوقف الاغتيالات السياسية. وقد تمت مكافأة إيهود باراك قائد عملية الفردان التي أسفرت عن استشهاد كمال ناصر وكمال العدوان وأبو يوسف النجار في بيروت سنة 73 و900 ألف بتنصيبه رئيسا للوزراء. لقد مارست إسرائيل وما تزال الاغتيالات السياسية دون حصول الفراغ والتحييد الذي تريده. لقد اغتالت أحمد ياسين ولم تنتهي حماس، واغتالت أبو علي مصطفى ولم تنتهي الجبهة الشعبية، واغتالت فتح الشقاق ولم تنتهي الجهاد. دورة الدم الرهيبة مستمرة لأن العالم يطبق على أعلى معايير النفاق والإغضاء عن جرائم إسرائيل، ولأن ظهر الشعب الفلسطيني مكشوف بلا حماية دولية، ولأن سيف القطيعة يقطع لحم الشعب الفلسطيني لا لحم المعتدي. يتابع محمد داودية قائلا: لقد احتاجت المخابرات المصرية والمبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف 12 ساعة لإنجاز اتفاقية الجهاد الإسلامي وإسرائيل. هذا ولا يزال الصراع بين الأشقاء الفلسطينيين، ويقصد هنا طرفي الانقسام. يقول إن الصراع بينهما لا يزال محتدما منذ 12 سنة. إلى هذا الخبر ببزات حمر وأقنعة دال الشهيرة، يؤدي أعضاء فرقة موسيقية محلية في مدينة الموصل بشمال العراق يؤدون على أنغام نشيد المقام الإيطالي الشهير بيلا تشاو أغنية ثورتهم الخاصة، دعما لحركة الاحتجاج المتواصلة منذ أسابيع في كل أنحاء البلاد. وقرر أبناء مدينة الموصل كبرى مدن محافظة نينوى الشمالية استخدام الفن لمساندة المتظاهرين الساعين إلى إسقاط الحكومة بإنتاج فيديو انتشر سريعا على وسائل التواصل الاجتماعي. ظهر فيه فنانون يرتدون بزات حمر اشتهرت في مسلسل لكاسا دي بابيلا الإسباني الذي أنتجته شركة نتفليكس الدولية. ويعتقد البعض في العراق أن المقصود بكاسا دي بابيل مدينة بابل الأثرية جنوب بغداد التي أدرجت مؤخرا على لائحة التراث العالمي. ويقول مخرج الأغنية عبد الرحمن الربيعي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الأغنية رسالة فنية للتضامن من الموصل مع المتظاهرين، ونقول لهم قلوبنا معكم. بيلا تشاو طبعا هي أغنية شهيرة جاءت في مسلسل كاسا دي بابيل، وهي من أصول إيطالية وتتحدث عن نضال المرأة، وتتحدث أيضا عن دور الجندي الذي يضحي في سبيل بلاده. لذلك اشتهر هذا القناع وتلك البزة الحمراء في ذلك المسلسل كاسا دي بابيل. الآن إلى الكاريكاتير.
الكاريكاتير الذي ذهب إلى موضوع انتبه أمامك ثورة كان مميزا جدا من وجهة نظري، فما هي الرسومات التي وجدتموها متميزة؟ مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامج صدى الأقلام. طاب نهاركم وإلى اللقاء.